نتكلم شوية على الأحداث الميدانية اللي حصلت داخل القطاع وقصف المستشفيات والمدارس وأماكن الإيواء. حضرتك كمان تابعت ده إزاي في ظل أن طبعا شفنا يعني الجانب الإسرائيلي نفى أن هو قصف مستشفى المعمداني، وكان رد أيضا حركة الجهاد الإسلامي أنهم نفوا التهمة اللي وجهت إليهم أنهم القصفوا. فأيضا فكرة وضع المدنيين داخل القطاع وأنهم ضحية عمليات قصف حتى الآن مش متضح مين اللي قام بيها. حتى الولايات المتحدة النصير الأول لإسرائيل تكرر دائما ما وراء كلامك، وهو أنك حتى لو أنك عندك مبرر للقيام بأي أعمال كرد فعل على 7 أكتوبر فهذا لا يعني المساس بالمدنيين. ولكن المأساة بتاعت 7 أكتوبر إنها من الناحيتين بدأت بالمدنيين. يعني في الحالتين في مساس بالمدنيين، يعني هما في 7 أكتوبر كان في مساس بالمدنيين والآن في مساس بالمدنيين. الحالة دي كلها لازم أما نيجي نشوفها ما نخلطش بين الصراع الفلسطيني، أنا في رأيي ما نخلطش بين الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنما ننظر إلى ما حدث من يوم 7 أكتوبر. لأن لو قلنا أصل اللي قبليه بيبرر فقدنا العالم كله، يعني سنفقد تأييد العالم بالكامل. حضرتك تقصد إن ما قبل 7 أكتوبر لا يبرر اللي حصل 7 أكتوبر؟ أعتقد أن العالم كله وأنا معه يرى ذلك. النهاردة الأمين العام للأمم المتحدة قال تصريحات مختلفة، قال أن اللي حصل ده ما كانش من فراغ وهو نتيجة ما عايشه الشعب الفلسطيني على مدار أكتر من 50 سنة. أنا ما أعتقدش أن في أي إنسان عاقل متمدن متحضر يوافق على اللي حصل يوم 7 أكتوبر في حق أي أحد، في حق أي أحد. أما يعني الغرب كله ما بيقولش كده، حتى لو أمين عام الأمم المتحدة قال كده الغرب كله ما بيقولش كده. يعني الذي فعلته حماس يوم 7 أكتوبر تكلفته على عاتق الفلسطينيين في المقام الأول، أولهم 5500 اللي ماتوا، صحيح، تمام، تانيهم صورة غزة الحالية مدمرة. يعني النهاردة شخصية فلسطينية مهمة من رام الله تساءلت ماذا كان الهدف وماذا حققتم. احنا من حقنا نسألهم كده، نقول لهم ماذا حققتم. ما ينفعش تقول لي ان اللي ماتوا الفلسطينيين 5500 ده شيء مش مهم. ما ينفعش طبعا، واذا قلت كده تبقى أسوأ ممثل لشعبك. وإذا صورة غزة اللي بنشوفها من الهوى وهي مدمرة لا تخطر لك على بال، أنت لازم تقول لنا أنت كنت عاوز تعمل إيه وحققت إيه. إحنا شايفين أن أنت رميت زيت على النار، وأنا أشك شك كبير أن يكون أبو مازن موافق على ما حدث. هل حماس كانت مدركة للي عملته يوم 7 أكتوبر ولتبعياته اللي حصلت بقى في غزة من قتل المدنيين وتدمير أيضا للقطاع بصفة عامة؟ كانت مدركة تبعيات ذلك؟ ما أعرفش، بس اللي أعرفه كويس قوي أن قيمة الحياة غير موجودة عندهم. ما أقصدش حياة الإسرائيليين، أقصد حتى حياة الفلسطينيين، دي مش قيمة عندهم.